موضوعنا اليوم بيتعلق بموضوع النازحين السوريين. أما بموضوع الرئاسة فكلمتين صغار بس. الموضوع ترك في أيدي اللبنانيين اليوم، ولأنه معودين على مدى 30-40 سنة أن هذا الأمر يبت به من الخارج، سيظل هنالك تأخير، ولا واحد من الطرفين حتى الآن عنده 65 صوت للمرشح الذي يؤيده أو يدعمه كي تكون هنالك جلسة. فالعملية اليوم من ميل عنا الوزير سليمان فرنجية الذي له حيثية وداعمين، ومن ميل تاني يبحث الفريق الآخر بقيادة القوات اللبنانية عن مرشح، وعلى أساس عندما يكتمل التفاوض الداخلي بين بعضهم يكون هنالك جهوز للحضور إلى المجلس. وأعتقد أنه كل الأطراف اليوم ضايعة، لأنه كلمة سر خارجية ما أجيت، وكانوا متوقعين أنه السعودية لما بيرجع السفير بيجيب معه كلمة سر، فكان الكلام السعودي واضح، نحن ليس لدينا فيتو ضد سليمان فرنجية، ولكننا في الوقت نفسه ليس لنا مرشح آخر ندعمه أو نوعز إلى محبينا أن يدعموه. وبالتالي نحن في حالة مراوحة إلى أن ينفرج هذا الأمر، علما بأنه كل ما يقال عن أنه رئيس الجمهورية هو اللي بيغير وضع لبنان، طالما التركيبة السياسية نفسها التي أتت برؤساء منذ الطائف لليوم هي نفسها ستأتي بأي رئيس، وبالتالي لن تترك لا الرئيس ولا الحكومة يعملون بالحرية التي تكفي لإنقاذ البلد. إذا نزل لهم وحي من الرحمن على رؤوسهم كي يبدلوا ما بأنفسهم حتى يستطيعوا أن يبدلوا ما في البلد، هيدي بتكون من المعجزات التي تقريبا معجزات ما بقى في إلا اللي بيعملوا الإنسان، وما بعتقد بالطاقم السياسي عنا في حدا رح يتغير. هيدا بالجزء المتعلق بالرئاسي. في الشيء الأهم يلي اليوم على الأرض واللي صرنا 4 جلسات اليوم بموضوع النازحين السوريين. البعض بالانطباع وبالإعلام عم بفكر أنه نحن قاعدين هون وعم نعمل برنامج لإعادتهم. هيدا الموضوع كذب، أنه اليوم مجلس النواب هالتصريحات، نحن عم نحكي عن موضوع النازحين بالدرجة الأولى قبل مسألة الإعادة، لأن العودة هيدا شيء طبيعي وسيتم في توقيت ما وإلزامي، لأنه بالنهاية 1.5 مليون نازح ما بيتخيل الواحد يقدر لبنان يتحملهم بالوضع اللي هو موجود فيه. ولكن هيدا مش كبسة زر ولا اليوم. اليوم الشيء الأهم واللي اكتشفناه بالجلسات هيدي واللي لازم يعرفه المواطن اللبناني، إنه ما في إدارة بلبنان اليوم تعرف بالضبط، تعرف بالضبط ما هو العدد، أين هي الأمكنة، من هي المخيمات، إلى أي قرى ينتمون في سوريا، ما هي أعدادهم، ما هي زيجاتهم، ما هي ولاداتهم، ما هي وفياتهم، ما فيها أعمالهم، من هي مرجعياتهم. هذا الموضوع كله سوا، تخيلوا 1.5 مليون بني آدم، الدولة اللبنانية عندها معطيات منقوصة، ما في وزارة من الوزارات، وكله بيشكي، وهلا في 4 وزراء جوا كلهم شكوا بما فيهم الأمن العام يلي هو معني بهالموضوع، شكى لأنه من لما نشأ الموضوع بال 2011 وصارت الحرب على سوريا صار في تناقضات سياسية إذا بتتذكروا، ناس بدوا يدخلون ناس ما بدوا يدخلون، فكانت نتيجة فوضى، وشلوا عمل الأمن العام وشلوا عمل بقية المؤسسات تبع الدولة. فاليوم نحن كيف فيك تقول بدي رجع السوري أو بدي رحل السوري، وهذا الشيء كلمة ترحيل مش موجودة، إذا بدي رجعه بدي يكون أعرف الموضوع اللي عندي كدولة. الدولة اللبنانية تخلت عن مسؤولياتها وسيادتها عبر الحكومات المتعاقبة منذ سنة 2011 لليوم، ضمنا مع محاولات جدية اليوم عم بتتم ضمن ظروف الانفتاح على سوريا، ولكن هيدي بطيئة. إنما والأهم من هيك، قال له بدك تعالج مرض بدك تشخصه، ومن بعد ما تشخصه مزبوط بدك توصف له الدواء المزبوط. إذا افترضنا المنزحين مش مرض حالي وضع معين كمان بدك تشخصه، الدولة اللبنانية ما نناقشه اليوم أنها تخلت عن سيادتها في ملف النازحين المتعلق ب1.5 مليون سوري في لبنان، بحيث أن المفوضية العليا للأمم المتحدة مكتبها في لبنان UNHCR، مفوضية العليا لشؤون اللاجئين، تولت هذا الملف
ونشأ في لبنان من سنة 2011 ما يقارب 8000 جمعية صغيرة أو كبيرة أو متوسطة شغلتها تعيش على السوري وتحت عنوان خدمة النازح السوري، وبالتالي الدولة ما عندها معطيات. وعلما أنه أنا بال2003 عند النزوح العراقي بمناسبة الحرب على العراق بدي إجا لعنا بحدود 70,000 بصورة متقطعة، اجتمعت مع المفوضية العامة للأمم المتحدة بمكتبة المال الإقليمي ببيروت، عملنا اتفاقية بتكليف من الحكومة اللبنانية أن لبنان ليس بلد لجوء ولكن بلد عبور، وأن إذا تقدم واحد نازح من أي بلد بيجي على لبنان بيتسجل بالمفوضية بتجي لعنا بتبلغنا عن اسمه، نحن مندرس شروطه وإذا نازح ولا فايت خلسي ولا أي شيء نرجع منقله نعطيه بطاقة 3 أشهر حد الأقصى من مددها لسنة، وعلى المفوضية أن تقوم بالسعي لدى دول أخرى بتوطينه في دولة أخرى. يعني لبنان ليس بلد لجوء لأحد، هيدا الاتفاق بيننا وبين المفوضية مش بس كأمن عام، صادر بمرسوم من قبل الدولة اللبنانية بأيلول 2003. يعني نحن استدركنا بمجرد الحرب على العراق وإجت الموجة الأولى أنه يجب ننظم الموضوع، وبذلك الزمن تنظم مع أنه الأعداد قليلة جدا بالمقارنة مع الأعداد السورية اللي إجت. ولكن من اليوم الأول دولتنا هيدي الاتفاقية موجودة وبتنظم بالضبط قداش بيبقى النازح، شو واجبات المفوضية الأمم المتحدة، قدا بيقعد سنة حد أقصى، ساعتها بعد هالسنة إلنا حق إعادته إلى بلده أو هي المفوضية بتلاقي له بلد آخر. وفي هذه الاتفاقية أيضا أن كل التقديمات المالية والتقديمات الاجتماعية والحياتية والمعيشية التي تقدمها المفوضية العليا للأمم المتحدة في لبنان لأي نازح يجب أن تفيد عنها دوريا وخطيا للأمن العام اللبناني. يعني ما في توزيع عشوائي لأي شيء، شو ما بده يقدمه من الأشي للجمل للنازح أيا تكن جنسيته، اتفاقية موجودة من 2003 والمفوضية لما وقعت عليها، يعني نحن وقعنا عليها مع أمم متحدة، وبالتالي عند مخالفتها للمفوضية لهذا الموضوع وترتيب أضرار على لبنان من حق لبنان أن يقاضي الأمم المتحدة ويطالب بتعويضات. مع الأسف ولازم يعرفوا اللبنانيين والنازحين على شكل خاص أن هذه الفوضى نشأت بنتيجة غياب الدولة اللبنانية المقصود عن هذا الملف، نشأت دولة UNHCR ونشأت معها دولة الجمعيات وصارت الدولة من تحت. وهلأ إذا بتسمعوا بالإعلام هذه الجمعيات UNHCR يعطوا معلومات مغلوطة، وهلأ حكي معنا وزير الخارجية وحكي معنا وزير الشؤون الاجتماعية ووزير شؤون المهجرين كلهم موجودين جوا بالموضوع هيدا، ما أخبرونا به عن كيفية التعاطي من هودي مع الدولة اللبنانية، عبارة عن إذلال إهمال، روحوا بلطوا البحر. وشو عم بيعملوا أسوأ من هيك؟ يذهبون إلى الوزارات المحتاجة مثل وزارة الصحة ومثل وزارة التربية ومثل وزارات تحت حجة السوري بيقولوا له اعمل هيك للسوري لنعطيك هيك للبناني، صارت المقايضة علما. والأسوأ لا يعرفوه الشعب اللبناني، المفوضية بعتت انه 12 مليار انصرفوا بلبنان، ليس من قرش وصل للنازح السوري في لبنان عبر المفوضية ودخل في خزينة الدولة اللبنانية او في اي وزارة. 12 مليار انصرفوا برات الدولة، ما اجوا على الدولة، عند الدولة بيجوا بيقولوا لك نعطيك مشروع بيتعلق باللبناني مساعدة اجتماعية براتة لحتى يقول لك خلي هالموضوع هيدا فلتين من هيدا المال. اليوم 12 مليار، وزير المال أكد، وزير الخارجية أكد، وزير الشؤون الاجتماعية أكد، كل الوزراء أكدوا، الأمن العام أكد أنه ليس هنالك من قرش بالدولار دخل إلى الخزينة اللبنانية على اسم النازحين، حتى ما يقولوا أنه لبنان عم بيستفيد منهم، كله عم بيجي مباشرة للمفوضية وهي بتوزع على الأرض. إنما في بلدان تحترم نفسها مثل تركيا مثل الأردن مثل غيرها عندها نازحين منعتهم يقدموا شيء إلا عبر الدولة، الدولة هي التي تنظم الموضوع. عندنا ما في حدا بالدولة قادر الموضوع نتيجة الابتزاز السياسي والتنازع السياسي من جهة، عندنا مسؤولين ووزراء كرمال فيزا يخاف يخسرها مستعد يبيع لبنان لأي مؤسسة أخرى. لهالدرجة عندنا الإسفاف ولهالدرجة عندنا الانبطاح. نحن ما لنا ضد السوري، أنا معروف على رأس الملأ، أنا آخر من يمكن أن يتهم بالعنصرية فيما يتعلق بالشعب السوري وبسوريا،
ولكن بنفس الوقت هذا الوجود يجب تنظيمه. على القليل نعرف هو وين موجود، قديش أعداده، وبأي محلات موجود، مين مسؤول عنه، لأنه في نتائج عليه اقتصادية اجتماعية معيشية أمنية من كل الأنواع موجودة. نحن مش ضد هذا النازح، هذا واحد إنسان معطر إجا على لبنان بظروف. سوريا من 2015 في قانون من الدولة، اليوم مش قانون مرسوم طلع من الحكومة، مبلغ رسميا لمين؟ للمفوضية تبع اللاجئين بلبنان، انه اعتبارا من 2015 ونظرا لهدوء الاوضاع في سوريا نسبيا يمنع عليكم تسجيل اي نازح من الان وصاعدا. مسجلين لل 2015 800,000 واحد، وهلا مسجلين 800,000 واحد من 2015 لليوم ضمنا، وبعدهم عم بيسجلوا 1,600,000، وعم بيقولوا ما بنعطيكم الداتا. اجوا على الامن العام بكل وقاحة، اجوا عند وزير ورئيس الحكومة بكل واحة، قالوا رح نعطيكم الداتا تبع 800,000 شرط انه بتسجلوا وبتقبلوا نحن انه سجلنا خلافا للقانون 800,000 تانية، وبعدهم لهلا لم يعطوا الداتا، بعدهم لحد هاللحظة ما طلعوا الداتا. حتى وزير الخارجية هلا شو بيقلنا؟ اجي المسؤول تبع المفوضية وتبع الاتحاد، شو بيقولوا له؟ نحن في عنا نقص تمويل عن النازحين، تعالوا نتفق نحن وياكم كيف بدنا نتحملهم سوا. اجا الهفيان لعند الجوعان، كيف هيدي؟ تعالوا، ومع تهديد موقف بالاتحاد الاردني، بكره في اجتماع ببركريز بعد جمعتين لموضوع النازحين، بدهم اياك تخليه غصبا عنك. نحن ما عم نقول بدنا نرحله بالمفهوم العشوائي ونحملهم بشحنات، لا، حتى العودة الطوعية يا خي، في ناس منهم حابين يرجعوا مناطقهم هادئة، بيجي الأمن العام بيعمل ليحة، بيجي 1,000 واحد مثلا بيسجلوا، بيجوا بالليل عليهم جمعيات وغيرها، بيعطوهم مصاري، بيقولوا لهم ما تروحوا، بيوعوا الصبح بيكونوا محضرين 200 شاحن أو 200 بوسطة، تطلع النتيجة بيجي 200 واحد، بيقولوا لهم بالليل اجت لعنا جمعيات خوفونا أنه نروح. كل هيدا التفصيل هيدا، نحن اليوم مش النازح هو الفارض على حاله علينا، النازح فيك تنظمه فيك تحطه اليوم إذا بدنا نحكي بالأمن، كل شيء مجهول بيخوف الأمن، كل شيء ما بتعرفه بيخوف الأمن، كل شيء ما بتعرفه بيخوف الاقتصاد، كل شيء ما بتعرفه بيخوف المعيشة. طيب ما في إحصاءات؟ ممنوع، عاملين عندهم على طريقتهم وبيصرفوا هالأموال هيدا. هيدا بالعنوان العريض. مع هيدا وكله شو حاولوا هلا اخر مدي لما نقصت المصاري، بس ليعرف الشعب اللبناني شو عم بيصير فيه من قبل سفارات ومن قبل جمعيات بتقول بيحكوا بحقوق الانسان هودي الدول وبيفرضوه علينا، تيجي باخرة فيها 70 افريقي على شط ايطاليا وعلى شط فرنسا بيتخانقوا على 10 أشهر بين بعضهم مين بده يفوت مين. بريطانيا عملت قانون اذا بيجي لعندها واحد نازح او لاجئ بترحلوا على رواندا، في قانون بتلحلوا على دولة افريقية مش على بلده، وبتدفع له لرواندا عليه على كل راس بتدفع له هالقد بحطوه عندكم، بيرحلوه اجباري على رواندا. نحن الانسان ونحن هو الانسان، ونحن ما عم نطالب السوري ولا عنا عنصرية على السوري، بس هلا شو عم يطلبوا كمان؟ نقص التمويل. عم بيقولوا لنا النازحين روحوا شوفوا كفيل لبناني وهمي، شيلوا النازح خليكم النازحين عنا، جيبوا بطاقة إقامة بلبنان، إقامة بلبنان بتجزوا العمل بالهيدا، هيك بيكون عندكم الوضعين، إذا أجوا يطلعوك كنازح أنت بيكون معك إقامة رسمية. اليوم بالبقاع وببيروت وبالجنوب وبالهيدا بيجي النازح بيدفع 400 دولار لواحد بيقول له اعتبرني عامل زراعة عندك أو عامل دكان عندك، عمل لي إجازة عمل بالموضوع هيدا. نحن بنعرف كل سنة عنا 600,000 عامل سوري ولبنان بده إياهن وعايزن، و100,000 مرة عايزن بكل المجالات ومرحب فيهم من أيامي أنا بالأمن العام. بس اليوم عندك واقع ضخم، أنا بقول لأخواننا النازحين بكل القرى وبكل، في قسم منهم عم بينرعب وفي قسم منهم عم بيرعبوه وعم بيخوفوه، مش أنتوا الهدف، لبنان الهدف، سوريا الهدف، بس لبنان هدف كمان، الهدف أنه يقعدوكم وياخدوا على ظهركم. أنتوا ما بتعرفوا قديش عم بيدحوا قبض على ظهركم، قديش ناس اللي بيجيكم هو أقل من نص اللي بياخدوه يلي عم بيرعوكم، بيستأجروا محلات، بيستأجروا مخازن، بيستأجروا مستودعات، بيجيبوا سيارات جديدة. أنا حدي عندي واحد بيشتغل عندي عنده محلات بمنطقة البقاع بالفرزل، قالوا له قديش مخزن عندك؟
قال لهم 20,000، قالوا له سجلوا ب40,000 وخد 25,000. هيك تجارتهم بالموضوع هيدا على الارض. وانا مسؤول عن كلامي، انا ما بحكي زوزافا. النازح لا يجب ان يخاف، مش بكره رح تلاقي حدا شاحني جيبتك واخدتك، لا. نحن بالمرحله عم ننظم الموضوع. الدول العربيه انفتحت على سوريا، وحتى اليوم بس ليعرف الشعب اللبناني قديش اخلاقنا نحن عاليه بقضيه النزوح. بيجي الطوعي بيقدم بده يجي بده يروح على سوريا طوعا، شو بنعمل؟ نعمل لائحه بالاسماء نبعثها للسلطات السوريه. تجي السلطات السوريه بتطلع باللائحه بتقول هيدا الاسم في عليه دعوة قضائية سابقة، هيدا الاسم مطلوب للتجنيد الإجباري، بلغون عملوا معروف، يعرفوا الوضع مسبقا حتى ما يجي هون يقول نصبنا له فخ، حتى ما يقول نصبنا له فخ. فبنبعث مثلا 1000 اسم، بيجي منهم 150 أو 100 اسم في عليهم تجنيد في هيدا، بيمضي هو النازح بيقول غير راغب بالعودة، أو بيقول رغم تبليغي بهذا الوضع فأنا راغب بالعودة. لهالدرجة نحن اليوم عم نتعاطى بالأخلاق تبع العودة الطوعية، يعني ما رح نجي نكب العالم، كله رح يكون بالتنسيق. إنما قبل كل شيء اليوم نحن في هذا المجلس بكل تصريحاتنا بكل هذا لا نتكلم اليوم عن برنامج اليوم لعودة النازحين، نتكلم عن استعادة الدولة اللبنانية بسيادتها على هذا الملف من القوى الجمعيات وغيرها والأمم المتحدة والدول الأوروبية اللي مسيطرة عليه وفارضة ابتزاز على الدولة اللبنانية واستنزاف وبنفس الوقت استغلال لموضوع النازحين. هي مشكلتنا اليوم بهذا المجلس، أن نعيد وضع اليد على الملف لنعرف كل تفاصيله، مشان مصلحة النازح ومشان مصلحة المواطن اللبناني، لعله بعدها ضمن الانفتاح العربي على سوريا. هلأ بتسمع جوا بقلب الجلسة ناس بيقولوا لك نحن في نظام الأسد. خي شو نظام الأسد اللي قاتلوه صلاحه؟ شو عم تقول لي أنت واقف التاريخ عندك؟ ليش؟ لانه هيدا بيكون مرته او مرت خيه او مرت زعيمه عنده جمعيه، وانا مسؤول عن كلامي. ببيع لبنان ليولع سيجاره. حتى في معلومات مضلله اعطيت للنواب جمعه الماضي دقمين من الزملاء اكيد ما بسمي لياقه، قالوا الامن العام نظم عوده طوعيه ل 5000 واحد، بعت لواي على سوريا اجا رفض ل 4300، وافقوا السوريين على 7، معناته الاسد ما بده اياهم. لحسن الحظ موجود الامن العام، قلت له هذا كذب. انا بعرف ما في حمله للعوده الطوعيه تجاوزت الالف. ما عدا كله جاوبونا يا امن العام. قال ولا بحياته لا صارت ولا هيدا، لما بنبعث 1000 او 800 اسم او 500 اسم بيجي 20 30 40 اسم محطوط عليهم، واذا بيرغبوا بالعوده رغم وجود ملف قضائي فيهم او وجود تجديد إجباري لألون بيضلون هون وما حدا بيطالب فيهم. بس 5000 كيف توثق بمفوضية عليا لحقوق الإنسان؟ وهلأ عم يوعزوا لناس يعملوا أصوات على لبنانيين، واحد مترابلس وعب بيعملوا أصوات بيسموا نواب بيسموا الهيدا، قال بيقولون إذا بتنزل نقطة دم حبيبي اللبناني ما رح يجمع النازح من قرانا وبالطالع وبالنازل، قاعدين اكلين شاربين نايمين مثل ما بيقولوا، ما حدا بيقول لهم محلى الكحل بعينك وصحتين على قلبك وبتساعدهم الناس، وشي طبيعي بالموضوع هيدا لانه الحق الانساني حق انساني ما له علاقه بالدول. بس ما بدهم اياك تعرف شيء، وما بدهم دولتك تعرف شيء، وما بدك تنظم شيء، وما بدك يكون عندك معرفه باي شيء. انتم شو عم تعملوا؟ المسيحي السوري بلا مؤاخذه والكردي السوري بياخذ فيزا ب 24 ساعه. انتوا اللي عم تميزوا مش نحن. نحن ما منطلع بالسوري اذا كردي ولا سني ولا شيعي ولا علوي ولا مسيحي، بالنسبه لنا الموجود موجود. بدعس على رقبتي اذا وجد سوري باي ضيعه سالوه شو دينك. بس انتوا بتتاجروا فيهم، بتعطيهم فيز للمسيحيين وللاكراد. ومن باقي الطوائف نازح السوري ما بيقدر يدخل على ربع باب سفاره. هيدي المؤامره. في مؤامرة على لبنان، طالما هني بهالعقلية وما بدهم نعرف وما بدهم دولة تمسك الملف، وقسم من اللبنانيين تبعنا هون ما بدهم يمسكوا الملف، لأنه شو بيقول له رئيس المفوضية لبعض الجمعيات؟ فتنا قعدنا مع مسؤولين كبار عندكم، قالوا لنا شو بدكم بالإعلام؟ كملوا مثل ما أنتم ما في مشكل. طيب ما الفلسطيني فات من 70 80 سنة على أساس فات وراجع. اليوم بدهم توطين له، ما في رجعة له، وبتعرفوا الضغوط على لبنان، خذ مصاري وطنه. وهلا نحن قديش صرنا من 2011 لليوم؟ 12 سنة. خلق جيل وعاش جيل ومات جيل وشي من هالنوع هيدا،
وهذا شو بيعرفوا بسوريا؟ وهذا لما انت بتعطيه ما يقارب 400 دولار وخدمات وكل شيء، اكل شرب نايم مطبب معلم مجوز كله، هيدا ليه بده يرجع؟ ليه بده يرجع؟ انا شو عم اقول؟ عم نقول بعد ما نعمل احصاء وبعد ما نعمل كل شيء، واذا في عوده نحن وسوريا والامم المتحده والمصاري اللي عم تصرفوها علي هون يا خي صرفوها هونيك، طالما مش عم تفوت على الدوله اللبنانيه ولا عم تيجي على الخزينه ولا عم نستفيد منها، نحن مش عايشين عليهم. خذوها بهالاخلاق، كرامة النازح، كرامة اللاجئ، لا أن تعامله لاجئا ونازحا زليلا في أرضك، بل أن تعيد كرامته بإعادته في أرضه ومساعدته في أرضه. هيك بتكرم النازح، مش بتجبرني لألي يضل عندي وأنت بتدفع مصاري وبتعيش على ظهره وبترجع بعدين بتقلي أنت منك إنساني ومنك مثل بقولوا عم تخالف حقوق الإنسان. نحن حقوق الإنسان، نحن الرأفة والرحمة بتقلق معنا بمجتمعاتنا، لأنه كل العالم هون بتخاف الله، بس هونيك الله المال والقانون، المال والقانون، شيل المال والقانون على جنب ما في شيء، العالم تاكل بعضها. نحن بالليل بالنهار بتروح بدها فيك مزعر بينوجد مش مشكلة، بتشيل 5000 دولار من جيبتك بتدفع بمحل بتطلع ما بتخاف حدا يقتلك، هونيك زيح البوليس وتفيد ضو العتمة ما بيبقى أمريكا ولا أوروبا ب 24 ساعة. نحن حقوق الإنسان، مشان هيك كلمة هون نصها للنازحين عنوانها ما تخافوا، ما حدا رح يحملكم شانات، ما حدا عامل مؤامرة عليكم، نحن عم نحصي الوضع وسندرس كل الظروف. لا رجعتكم ايه، نحن مصرين ان تعودوا الى بلدكم في توقيت ما بظروف ما مضبوطة وكل شيء، بس اوعى حدا يضحك براسكم ويقلكم اعملوا هالزعبرة هي. وبنفس الوقت انتم يجب ان تضبطوا انفسكم. المجتمع اللبناني انتوا عايشين بمعسكرات صغيرة ومعسكرات كبيرة حسب الهيدا. بالطبع لما واحد سوري بيقتل واحد لبناني الحساسية بتكتر، لما في عصابة فيها سوريين العالم تكتر. انتوا بتعرفوا بعضكم، الجموا بعضكم بالوقت الحاضر لتخففوا من نقمة المجتمع اللبناني عليكم. الامن ما عنده احصى. انا ما بعرف منو السوري، انا جيش امن عام امن دولة امن داخلي، ما بعرف منو السوري وشو اسمه ومن اي ضيعة، بس لما بعمل انضباط بالمخيم وبعرفه من راسه لكعبه تلقائيا بدون ما اعمل قانون بدون ما اعمل امن بيصير منضبط، لانه صار عارف حاله انه مفيش. هذا شيء مش موجود. بس حبيت اقول رسالتين عن دولتنا وتخلي عن سيادة وهدفنا سيادة الدولة بالملف، وتاني شغلة ان يعرف النازح انه نحن ما عم نستغله ونحن ما رح نكبه بالنار، بس بنفس الوقت في اصول، في اصول اللجوء بمعنى النزوح، في أصول الضيافة. واحد إذا خيك قعدك ببيته وقال لك خذ القطين وعيش فيهم بلا مواخذة، يعني ما فيك أنت تروح مثل ما بيقولوا بكل البيت تخرب فيه. إذا قال لك أنا بطعميك ما فيك تطلب منه مثلا أنه كل أنت فشلي وأنا باكل لحمة. نحن قاعد بيتنا، هالبيت هيدا مرحب فيك ما مش ضايقين منك، بس بنفس الوقت في أصول الضيافة. إذا خيك أو ابنك بالبيت عم بيكسر بالبيت أنت النازح بتعمل له قصة. ليش؟ لأنه مصلحتك أنه ما يصير فيه هالحقد عليك والاستنفار أو الاستغلال الإعلامي ضدك. هذا رسالتنا للنازح، نحن ما عم نستغلوا، نحن أقل الناس، بس اللي عم بيستغلوك هن عم بيقولك زعال وعلي صوتك وقول ما بدي أرجع وعملوا بيقتلوني. حبيبي هاي الحرب بسوريا مش وعي الصبح الرئيس بشار الأسد وقرر رئيس الشعب مثل ما بيقولوا. حبيبي عمل حرب طويلة عريضة عليه، جندوا كل شيء في عالم وصارت حرب أهلي مثل ما صار عنا. ما صار عنا هيك نحن بالبلد، هو اللي قاعدين بمجلس النواب مش هن 90% ودبحوا بعضهم، هو اللي قاعدين هون مش هن زيتهم، هو اللي كانوا يسبوا بعضهم يسبوا بعضهم وقاعدين هون عم بوسوا بعضهم. اسمحوا لنا فيها يعني هالكذبة الكبيرة، ما حدا ايش في لبنان هيدي وتقول لي انه سوريا وهيدي حرب انعملت على سوريا. بالحرب صار في تفاعلات دفاع وهجوم وشيء من النوع، ايه صار في صار في دفاع وصار في. والدليل اليوم عم بسال سؤال انا، هيك اللي قاتلوا سوريا اليوم مثل بيقولوا عم يتسابقوا، ومين باقي بلبنان؟ نحن. قال نحن ليش دائما باي شيء نحن ليش هلا مثلا مش مسترجين نروح؟ مش مسترجين بعد، راحت كل العالم عم تكلم، رحنا بمناسبة الزلزال على اساس تخبينا تحت السقف الانساني لانه امريكا قالت منسامحكم بالتقديمات اللي علاقة بالزلزال، رحنا لهونيك بالموضوع. ليش لبنان ما بيعمل مبادرة؟ سبب واحد. في شي مرة شفت دنب فات قبل الراس؟ بأي نوع من انواع الحيوانات والبر الدنب بفوت قبل الراس؟ فاذا الراس بفوت الدنب، نحن الدنب
معور اكيد ناطر لحتى الراس والجسم يقطع كله سوا وبيرجع بفوت هيدا الذنب. وشو بيقول؟ انا سوريا بالنسبه لي بالدم بالروح. حبيبي انت ذنب، حبيبي انت ذنب، وهيدا البلد مش اللبناني ذنب ولا لبنان ذنب. هؤلاء الذين يقودون البلد هم الاذناب، وهن زلين البلد، وهن المشكله فيهم، والنازحين مشكله فيهم. مش هيك منقول؟ شوية وعي من النازحين، شوية وعي من اللبنانيين، ما بدها حساسيات. انت كمواطن لبناني انت ما خصك بالنازح، ما بتتعدى عليه، مش انت اللي بترحله، مش انت اللي بتعمل له برنامج. طول الموضوع للدولة على الارض، وقت اللي في خلل خبروا الدولة بتجي بتقص راس بما بدكم. بس بهالوقت هيدا عملوا معروف، هالحساسيات ما لها لزوم. مش مطلوب منك كمواطن تهجروا، لا، الدولة هي مسؤوليتها ومسؤوليتها، واللي عم نقاتل عليه بالاربع جلسات هو أن تعيد الدولة مسؤوليتها على هذا الملف حتى لا تبقى الفوضى قائمة، وحتى لا يبقى دولة المفوضية العليا للأمم المتحدة المستعمرة، مستعمرة، مستعمرة صارت مع الجمعيات، هي الجيش البديل الفوضوي عن الدولة في استغلال النازحين. وشكرا.